استمرارا للأنشطة الإبداعية التي يحاول الطلاب إظهارها من خلال أسبوع الطالب الجامعي في كلية التربية زنجبار، يحاولون فيها إبراز مواهبهم الإبداعية في الفعالية الخاصة بهم. هذه المرة تطرقنا بفكرنا واخترعنا أشياء أو جبنا أشياء الأول مرة يشوفونها أصحاب الرياضات يعملونها، يعني ما كانت موجودة إلا عند أصحاب الفيزياء أو الكيمياء. لم يستطع هؤلاء المشاركون من مختلف الأقسام العلمية والأدبية إخفاء مشاعر الفرح وهم يحتفلون بهذه الفعالية التي جاءت بشكل مغاير هذه المرة بعد سنوات من غيابها. أسبوع الطالب الجامعي لهذا العام مختلف عن العام السابق، حيث من حيث الإمكانيات ومن حيث توفير المواد للطلبة المشاركين ومن حيث التجهيزات كافة والترتيبات. حضرت جميع الأقسام العلمية والأدبية في الأسبوع الإبداعي، لكن كان لطلبة قسم التاريخ مساهمة ملفتة من خلال مشاركتهم التي ذكرت في مضمونها بتاريخ المحافظة الشعبي لتعطي للأسبوع الجامعي نكهة خاصة من عبق الماضي. يأتي أسبوع الطالب الجامعي هذه المرة بشكل مختلف من خلال الاستعدادات الطلابية والحرص على إظهار الكلية الوحيدة في محافظة أبين بصورة إبداعية يرسمها الطلاب وحدهم. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.